شنو مسمي انت؟ ولادي عاود. السلام عليكم، اليوم الاخ منير قالخصو ضروري خصو يظهر معايا باش يطلع حتى هو في الطوندوس ويقدم لكم واحد الرساله. ما عرفتش واش سكان مدينه المطيق ولا المنتخب المغربي ولا شنو، المهم هو خصو يقدم لكم شي كلمه هو يعطيها لكم. السلام خويا مولاي. السلام عليكم، كما كتشوفوا في هذا البث المباشر السي عثمان ديالنا، السي عثمان قال لكم راه هو مريض بالوسواس. كنحييكم ناس ساكنه المدياق وكسياخ الى المغاربه كاملين. السي عثمان قال مريض مرض الوسواس، الله حفظنا منه وحفظو كاملين. خصو يحكي لنا على هذا الوسواس اللي مريض به، خصو يحكي لنا دابا في هذا البث المباشر. ولكن انا دابا بقاش فيا الوسواس والاكتئاب حيت انا كنحس براسي حاربتو. مزيان السي عثمان زيد. علاش حرمتو؟ حيت ما بقيتش كنطيق بالمشعوذين. هادشي هذا الطبيب دالحم، الطبيب الامراض النفسانيه. ودابا اخ مراد غيزيد يهضر معاكم، ودابا كيجبدني بزاف كيقول انا فيا الوسواس والاكتئاب، وانا ما بقاش فيا الوسواس والاكتئاب. كما قال لكم السي عثمان هادشي هذا، هاد المشعوذ وهادشي كثاروا عندنا في هاد المدن الا خارج المغرب ولا داخل ارض المغاربه، هادشي كثر بزاف. والله يهديهم الطريق الخير. والمرض الوسواس الله يبعد عليه كل واحد. وهذا المرض صعيب، وهذا الاكتئاب راه مرض صعيب. خرجنا على بزاف ديال الدراري في منطقه الرينكون وكاستياخو وما زاوروها تطوان والرباط وطنجه والعاصمه وكل المغاربه كاملين. اللهم يا ربي شافيهم وعافيهم مع السي عثمان بكلمه جدا موفقه للخير سالما معصومه يا ربي، وترزق الجميع. واللي مرض بشي مرض الله يشافيه ويعافيه وطول الاعمار ويحيد جنه كبارين. تحيه عاليه جماهير الشعبيه ويدعموا السي عثمان ديالنا حتى هو، كنحيوه شرف كبير معنا باش هضر معنا في هذه الجلسه. وشكرا، تحيه عاليه جماهير الشعبيه والى اللقاء. شكرا الاخ منير. منير ديالو حيت اخواتي باقي ما شربت الدواء، حيت كنشرب الدواء عاد كنعقل مزيان. تحيه للاخ منير، وكنتمنى كاملين تساعدوا مع الاخ منير، راه من اطيب خلق الله. اللي ما كتسمعوا الجنائز في مدينه المطيق راه صوته يعلو الجميع الحاضرين. شكرا.